صباح الخير. سو القهوة بالكولاجين صارت جاهزة، بدي اشربها ومحضر الفطور لأولادي. طب اليوم بدنا نحتفل بعيد ميلادها لليلي، بنتي اليوم بتصير، لا مش اليوم، اسبوع جاي بتصير 8. بس حجزنا اليوم كل شيء لنخلص، لانه اسبوع جاي في عندهم اكتيفيتي بسكول، فيمكن ما نقدر نعمل لها شيء. سو بعدين بعد القهوة، هلا الساعة تقريبا 8:30، بعد القهوة بدي اروح واشوف لها كيك، لان بعد ما اشتريت لها كيك. فايه نشوف نهارنا كيف رح يكون. اكسايتنج. اوكي سو رح اجيب الكيك هلا. خلوني افاجئكم الكيك اللي جبته. سو كنت محظوظة اني لقيت كيك انا والسا، لانه تقريبا هو الثيم تبع البارتي تبعها. سو اكيد رح يعجبها كثير. وكمان جبت لها شمعة على رقم 8، هذا رقمها. وكمان جبت لها هيدي السباركلي كاندل، مثل فشفاش هي تقريبا. فهدول رح اقول لهم بالمطعم يحطوا لها اياهم على الكيك. فايه هدول هن. سو هلا الساعة 12:10 وبدي بلش بأول وجبة. فلأول وجبة رح أعمل خبز كيتو، فخلينا نبلش. خبز الكيتو لليوم رح يكون فيجن او نباتي 100% بدون ما نستخدم اي شيء من المشتقات الحيوانية. اول شيء حطيت 9 معالق من المي، وزدت فوقهم 3 معالق من بذور الكتان المطحون طبعا. بخلطهم كتير منيح سوا وبتركهم على جنب دقيقة او دقيقة ونص لحتى استخدمهم بعدين، وهدول رح يكونوا بديل للبيض. بجات كبير رح ضيف 2 كبايتين كبار من دقيق اللوز. لهالوصفة ممكن تستبدلوا دقيق اللوز بدقيق جوز الهند، بس بدكم تنتبهوا لانه المايكروز رح تكون اعلى، لانه دقيق جوز الهند اعلى بالكربوهيدرات. بس طبعا هو بعده من انواع الدقيق اللي كتير صحية. 4 معالق من لسان الحمل أو القطونة، ملعقة أو نص من خل التفاح، نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. هلا بضيف خليط بذور الكتان للمكونات التانية. نصف كوب من المي الفاترة، بس بدي اضيفه على مراحل طبعا. رشة ملح صغيرة، وبضيف المي الفاضلة. استخدموا ايديكم لخلط العجينة اذا حسيتوا انه في حاجة. خطوة كتير كتير مهمة لنجاح هيدا النوع من الخبز هي انه تنترك العجينة لمدة 10 دقايق على القليلة لترتاح، لحتى تتماسك مزبوط وتعطوا مجال للسان الحمل يشتغل على تماسك المكونات سوا. Thank you.
الكمية سوت معي تقريبا 8 حبات صغار من الخبز. هلا للزينة رح زيد شوي من الحبوب السمسم فوق كل خبزة. وبإصبعي رح أضغط على الخفيف على كل خبزة لحتى يعلقوا حبوب السمسم. بالفرن رح اخبزهم لمدة 20 دقيقة على نار وسط، بس ما تنسوا تكونوا محميين الفرن قبل وقت. هدول خبز الكيتو اللي سويتهم، طلعوا 8 حبات. رح اعمل وحدة من هدول خبز الكيتو مع جبنة تبري. Going to show mommy what you're wearing in a minute. No. After putting your shoes on. No. No. نوى معزوم على عيد ميلاد رفيقه وما راح يروح معنا على السينما. والثيم تبع البارتي هو pirates قرصان. فلابس ثياب القرصان الحلوين. هيك. Do you like them? Show me your costume. You're going to model it. شوفوا هول شو كيوت. عندهم معلق بالبنطلون وحدة من هول حتى تبين انه جزء من الشوز. ماما يلا تعي فرجينا انت كمان. هيدا فستان ألسا وشعراتها حاولت جهدي ساويهم مثل ألسا طبعا على اسود. ماشي الحال مش مشكلة. Your Elsa dress. Model it. Like it? It's very pretty. I love you, Mama. I love you too. حلوين نحن رجعنا من شوي. كان عيد ميلاد كتير حلو والموفي كتير حلو، ومثل ما شفتوا اكلت انا نص برجر، كانت هيوج كبيرة كتير، بس اكلت بس نصها وماما اكلت نصها التانية، ومني حاسة بالذنب بالمرة لانه يعني بده تمرق هيك ظروف والواحد يضطر يكسر شوي، بس يكون بالمعقول طبعا. فاللي رح يصير هلا، طبعا انا طلعت من الكيتو اكيد، فاللي رح يصير انه اليومين اللي جايين رح اعمل وجبه وحده كل 24 ساعه بس لحتى ارجع فوت بالكيتوسيس بسرعه، وبعتقد منا مشكله لانه ما خبصت كتير، هي كانت بس هالوجبه ووجبتي الصبح كانت كيتو عادي. فانيوي بتمنى بلوج اليوم يكون عجبكم، وما تغشوا مثلي اذا مش مضطرين، وبشوفكم بكره بفيديو جديد. باي باي.